بيز مسلم فينا احنا جينا منها من هذه الوادي نعم قررت مع بلدية تونس بطبيعة الحال إقفال حديقة الحيوان لفترة محددة بهدف تنفيذ أعمال الصيانة ولتكون مؤهلة للتعامل مع بعض الحالات الطارئة. أقفلت الحديقة لمدة شهر وعدت شخصيا لأشهد على إعادة افتتاحها، وكانت مفاجأة سارة لي أن أرى الأعمال التي نفذت بسرعة. Hello, good morning. Hello, good morning.